هدية من سعادة البيه، ربنا يعمر بيته. وانت من امتى بتلبس لباس شفتش ومخطط؟ خدته منه عشان ما يصحش اكسفه، ده مهما كان راجل خيره علينا وبيحبنا. ساكتة ليه؟ ما تردي، بكلم نفسي ثانية ولا ايه؟ قلبي مش مرتاح للراجل ده. الراجل ده اللي معيشنا في نعيم، يغور النعيم اللي من وشه. بعدين يا عبدو دي مش ريحتك. ابا انت هتشميني هدية؟ بقى كده؟ طب شميني على حالك. علينا كتير قوي يا شيخ شاكر. اكون عندكم لما يبقى في ضروره ملحه. ابننا طه الشاذلي اللي كلمتك عنه ان شاء الله هيرتاح معانا. الشيخ بلال امير المعسكر المسؤول عن الاعداد والتنفيذ، ان شاء الله هتبقى امانه في رقبته لحد ما يجهزك لتحقيق مراده. فوزي ابن البكري. طبعا طبعا. ازيك يا فوزي؟ ازيك يا فوزي؟ اهلا يا باشا. ها؟ ممكن ننقل مع الترابيزه؟ طبعا طبعا. تعال بينا يا عزام. ايه خير يا باشا؟ يقول لك الترابيزه دي مش متامنه كويس، هيشوفوا لنا الترابيزه. امن بقى. على فكره الاستجواب بتاعك في المجلس امبارح كان كويس قوي، كان حلو. انا قلت للجماعه بتوع التلفزيون يزوقوا لك، فاتفرج على نفسك. على فكرة نسيت أقول لك مبروك يا حاج. الله يبارك فيك، بس على إيه؟ على توكيل العربيات. ربنا يسمع منك. ده لسه كلام. الجماعة بتوع اليابان بيكملوا بياناتهم وتحرياتهم. شايف أبوك يا فوزي؟ تلاتة بالله العظيم ما في ورقة اتمضت يا باشا. مريانة. إيه يا حاج عزام؟ أنا اسمي كمال الفولي، مفيش حاجة في البلد تخفى عليا. دي حاجة معروفة معاليك، وربنا يديم المعروف. اتفضل. ربنا يتمها على خير. العقد ده هيدخل لك 200 مليون جنيه في السنة على الأقل. ودي لقمة كبيرة عليك أوي يا حاج. ممكن تتحشر في زورك، تزور. طب أفهم معناه الكلام؟ إحنا عايزين الربع. ربع إيه؟ ربع الأرباح. طب بس مش هفهم الاول انتوا مين؟ ايه يا حاج؟ ده انا بقول عليك ابن بلد وداير. قصدك ايه؟ انا مش لوحدي يا حاج عزام.
انا معايا ناس كتير قوي، بس زي ما بتقول كده ما يحبوش يظهروا في الصورة، اعتبرني مندوب. شعب محترم ما يقبلش بقلة الحياة. ايه اللي عجبك يا باشا في الكلام الفاضي بتاع الراجل ده؟ استنى لما نشوف الزمن وهو بيخيب. يا ام احمد بلد مش اخلعها، عريانين مش عارف جايبينهم منين. ودلوقتي التلفزيون في كل بيت، وفي كل بيت في بناتنا واولادنا وستاتنا، فلابد. انت اصلك بنت امبارح، العضو المحترم اللي كان بيتكلم ده كان بيمسح جزم على ناصية الشارع. انت بتشرب كتير قوي يا باشا، وكمان بدري قوي، ناس بتشرب في الليل المتاخر. ده احنا بنتسلى، تشربي معايا؟ لا يا باشا شكرا. عمرك ما شربتي؟ عمري، والافلام اللي بنشوفها في التلفزيون علمتني. عايز نشرب حاجه اصفره؟ بص انا هديك فكره، هو في الاول بيبقى مر قوي، بس بعد كده بيخلي الواحد مبسوط. والله لو قلت لي ايه؟ خساره. ولا خساره ولا حاجه، انا قصدي يعني خساره على الفرق اللي بيننا وبين الخواجات. الخواجات بيقدروا الخمره ويعزوها، احنا هنا بنقدر الحشيش. فرق كبير بين الاثنين. يا زكي باشا انا لا ليا في ده ولا ليا في ده، حضرتك اللي عايش زي الخواجات. بصي بقى، لو كنت غالي عندك بلاش حضرتك دي، ها؟ أي نعم أنا راجل كبير، بس ما تقعديش تفكريني كل شوية، ها؟ قولي لي يا زكي. هقول يا زكي باشا. زي بعض. اللي أنا عايز أقوله إن عيشة الخواجات ما هياش بدعة، أنا كنت واحد منهم. أنا عشت وتعلمت في باريس. باريس أنا أعرفها زي ما بعرف القاهرة بالظبط. بيقولوا باريس حلوة. إلا حلوة. باريس هي الدنيا. طب وسبتها ليه؟ كنت تفضل هناك فقري او زي ما بتقولي كده يعني خيابه او اسم ونصيب. شكل كده عايز تسافري، ها؟ يا ريت. تحبي تسافري فين؟ اي حته بعيده عن المخروبه دي. انت بتكرهي بلدك؟ وانا شفت منها حاجه حلوه عشان احبها. وسانا انت فعلا فقيره، بس الفقر عمره ما كان له علاقه بالوطنيه. وطنيه ايه يا زكي باشا؟ وانا لوحدي اللي عايزه هج؟ ده كل الناس. عارف لو كانت الدنيا زي زمان، زمان قوي قبل ما يخترعوا الجوازات والتأشيرات، كان كل أهل البلد خدوا في وشهم وسابوها. اللي ملوش خير في بلده ملوش خير في حد. علشان حضرتك عايش فيها باشا. انت ايه مشاكلك؟ الست اختك متخانقه معاك؟ وايه يعني؟ الدور والبيع اللي مش لاقيين ياكلوا هم وعيالهم. الناس اللي دايره بتلف في الشوارع بتدور على شغلانه ومحدش معبرها. الناس اللي مستحمله الذل والاهانه سواء وهي قاعده ولا وهي ماشيه. انت اصلك بتمشي في شارع سليمان بس اختف رجل لغايه اي حته تانية وشوف اللي بيحصل. يا باشا مصر بقت قاسيه قوي على اهلها، عشان كده الكل عايز يسيبها. مش كره فيها، بس ما حدش قادر يتحمل ظلمها. انت ايه اللي خلاكي تقومي تقفي؟ عشان افش غالي. كان شايفها وانت قاعده؟ على العموم انا السبب في العكنانه دي، عشان فتحت الموضوع الغامق ده. بصي أنا هطلعك من المود ده خالص.